نعم، نحن نؤمن بأن للرسول صلى الله عليه وسلم حوض يوم القيامة، وهذا الحوض يطرد عنه أصحاب البدع، يطرد عنه أصحاب البدع. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل لي حوضا يوم القيامة، من شرب منه لم يظمأ بعدها، وإني أقوم على الحوض فتأتي الملائكة وتذود أناس من على الحوض تبعدهم، فأقول: ربي أصحابي أصحابي، فإنه يقول: ليس بأصحابك، إنك لا تدري ما أحدث بعده. الحدث يعني البدعة، وهذه الإشارة الصريحة، هذا الكلام الصريح هنا جاء إشارة في حديث آخر، قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن أخذتم بهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ليش قال حتى يرد علي الحوض؟ لأنه من أخذ بالكتاب والسنة كان من نعمة الله عليه ومن كرامة الله عليه أن يأتي يوم القيامة ويتمكن من أن يصل إلى الحوض ويشرب منه. ومن لم يأخذ بالكتاب والسنة وخالف الكتاب والسنة وأحدث خلاف الكتاب والسنة فيكون من نقمة الله عليه ومن سوء عمله أنه لا يصل إلى الحوض، أنه لا يصل إلى الحوض. ولذلك قال: تركت فيكم ما إن أخذتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي لن يتفرق يعني بصاحبهما حتى يرد علي الحوض. هذا السر الإشارة إلى الحوض هنا، لأن الحوض يحرم من وروده أصحاب البدع. لذلك من رحمة الله أهل السنة بأهل السنة، ومن رحمة أهل السنة بغيرهم أن يدعونهم إلى فعل السنة وترك البدع. فإن البدع التي تحدث في الدين من نكباتها على صاحبها يوم القيامة حرمانه من أن يرد الحوض، حرمانه من أن يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم الحوض. فالإنسان عليه أن يحرص على التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعها والأخذ بها وتجنب المحدثات والبدع والأقاويل المخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.